أولا ما كانوا بحاجة إنه يكون عندهم الفحوصات، ثاني شيء ما كان عندهم الآلية إنه يجيبوا الفحوصات، ما كانت متواجدة خارج البرنامج الموجود عند ومعتبر محترمة شو بدنا نقول، بس شي بيطمن يعني هذا دكتور؟ نعم، انه المستشفيات الجامعية بلشت تستخدم، منظمة الصحة العالمية بتعمل لائحة من الفحوصات التي توافق عليها. اوكي، المختبرات الخاصة ما بعرف شو عم يستعملوا فحوصات، اوكي ما بقدر بقى ما بعرف. نعم، الفحوصات المستشفيات الجامعية مجبورين يعتمدوا الفحوصات اللي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية. ثانيا في شغلة مهمة، ما القرار انه ينعمل الفحوصات خارج المختبر المركزي، هي لما تخطت عدد الفحوصات قدرت المستشفى الحكومي انه يعملها يوميا. اوكي، بكل الولايات المتحدة كان بالأساس في مختبر واحد يلي هو بالCDC بأتلانتا، هو المختبر الواحد اللي كان يعمل الفحوصات. هلأ أني انتشرت الفحوصات تنعمل بعدة محلات، يعني إجمالا بكل الدول لما بيكون في حالة وبائية بالأساس بعدها في بدايتها تعتمد فقط المختبر المركزي هو اللي بيعمل الفحص. نحن عندنا مستشفى رفيق الحريري. هلا نيه صار فينا يعني. صار في بالمستشفيات يعني الجامعية. بخلال 3 أسبوعين أو أقل من 3 أسابيع. أسبوعين ونص. هلا نيه في أكثر من 4 مختبرات جامعية هني عم يعملوا الفحص زيادة على مستشفى الحريري، وفي مختبرات خاصة اللي بالأساس كان بده يعملها، كان في 4 مختبرات خاصة عم يعملوها. بس كمان أنا ما بقدر أكد شو هو نوعية الفحوصات اللي عم يعملوها بالمختبرات الخاصة. أوكي؟ دكتور عنا حالتين. نعم. وفاة اليوم، اليوم حالة وبالأمس حالة وفاة. توفيت. هلا نعم. حالة الأمس كانوا بيقولوا إنه شخص كان مريض أصلاً وعنده نقص بالمناعة. اليوم بيقولوا صحته لم تكن بهذا السوء. يعني في داعي الناس تخاف أو لا بده يكون في خلل ما بجهاز المناعة عنده لتوفى؟ هلأ نية صراحة ما بعرف الحالة اليوم شو كان عنده مشاكل صحية قبل ما يصاب بالكورونا، عن جد ما عرفت حالته على المزبوط، إذا ما بقدر جاوبك على الصحيح. إجمالا واللي عم يبين بالعالم إنه عدد الإصابات عم تتواصل عم تتواجد عند كل الأعمار، اوكي مش بس عند عمر الكبار بالسن. هلا اني يلي عم تتوفاهم يعني عم يتوفوا هن اجمالا يلي فوق ال 65 خاصه فوق ال 80. ما فيش اي شك انه في ناس عم يتوفوا بعمر اصغر، صح، بس بيكون له علاقه بجهاز المناعه، بس نسبه الوفاه اقل، يعني كل ما نزلنا بالسن كل ما كانت نسبه الوفاه اقل.